السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن باقي الفيديو اللي فات اللي كنا بنتكلم فيه عن الاخطاء التي تجرى خلال العملية التحليلية كاملة، واتكلمنا عن الاخطاء اللي بتحدث في البري اناليتيكال ستيج او البري اناليتيكال ايرور او الاخطاء التي تحدث قبل عملية التحليل. النهارده معادنا مع جزء تاني من الفيديو الاولاني ده اللي احنا بنتكلم فيه عن الاخطاء. هنتكلم على الاخطاء التي تحدث داخل العمليه التحليليه او بمعنى اصح داخل المعمل، واللي بيقع فيها بقى المره دي الكيميائي اللي شغال. ويلا بينا نبدا ان شاء الله، لكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني علشان نتكلم على الأخطاء التي تحدث داخل المعمل أو الأناليتيكال إيرور أو الأخطاء التي تحدث في الأناليتيكال ستيج. هنتكلم عن أول حاجة إحنا ممكن نقع فيها، عدم اختيار التقنية الصحيحة لإجراء التحاليل، وده طبعا بيبقى موجود في البامفلت. أول حاجة هو بيتكلم عليها، مثلا لو إحنا هنتكلم كاينيتيك أو كالر ماتريك أو فيكسد ريت، على سبيل المثال ان انت ممكن تجيب علبه كريال ومن غير ما تقرا هي انهي طريقه، فتشتغل بعلبه الكريات اللي هي كالر متلك بالطريقه الفيكسد ريت او الفيكسد ريت. ودي من الاخطاء الشائعه اللي الناس بتقع فيها علشان هو بس مش مركز في قرايه طريقه الشغل. خروج النتائج برضو من الحاجات المهمه واللي بتسبب اخطاء، خروج النتائج اذا كانت كيمياء او مناعه او هرمونات بدون عمل كواليتي كنترول للنتيجه. طبعا من الاخطاء المهمه جدا داخل المعمل ان انت لازم متابعه اللي يجب تداركها، يعني متابعه تاريخ الانتهاء وتاريخ الصلاحيه لكل الكتسات وتاريخ الفتح والاستابيليتي بتاعها، وان احنا نشوف ونراجع معانا مع بعض مكان الحفظ بتاع العينات دي، التاكد من تاريخ الصلاحيه الاستاندر كمان والاستاندرد والكنترول، متابعه معايره الاجهزه ان انا لازم اعاير الاجهزه دايما واتابعها واشوف قراءات الكنترول بتاعي كل يوم والاستاندرد بتاعي كل يوم. كمان التاكد من الاجهزه تعطي قراءات دقيقه في كل التركيزات في الهاي وي اللو والنورمال، لازم دايما بالمتابعه، مراجعه درجات الحراره للثلاجه والحضانات والحمامات والحمام المائي اللي انا بشتغل عليه، متابعه الاجهزه والصيانه الدوريه للاجهزه، توثيق طريقه اجراء التحليل بكل خطواته بالتعديلات التي تطرأ عليه، ان انا ممكن اكتب الطرق الجديده في نوتس واحطها قدامي للناس اللي لسه مبتدئة او مش قادرة تحفظ او لسه ما اشتغلتش كتير على الاجهزة. اي حاجة تدخل المعمل لازم ابص على الصلاحية بتاعتها وطريقة الحفظ علشان مفيش حاجة تدخل او اشتغل عليها وهي صلاحيتها قريبة. حفظ طبعا طريقة العمل على الاجهزة بتاعتي والكتالوجات والبامفلت بتاع الشغل ومعرفة كل الخبايا بتاعت الأجهزة بتاعتي، إمتى يطلع النتيجة صح وإمتى يطلعها غلط، ودي طبعا بتتعلمها بالخبرة ومعرفة أنواع الأخطاء اللي ممكن تحصل للجهاز. إزاي تعرف إن النتيجة دي ممكن تكون زايدة وزايدة ليه وعلشان إيه؟ هل لدرجة الحرارة؟ هل للتخزين؟ هل للإنكيوبيشن تايم؟ الاستابيليتي بتاعت الريجنت بتاعتك مع نوعية الشركات؟ من الحاجات اللي لازم أنت دايما تبقى أنت مراجعها وحاططها في دماغك. كمان من الحاجات المهمة جدا الفحص المستمر للريجنت، ان انت تبص على الريجنت بتاعك هل زي ما هو كبير او لا، هل حصل له تعكير، هل في اي رواسب، هل لونه تغير. ما تعتمدش بس على الاكسباير ديت بتاع العلبة علشان تبدأ تبص على الريجنت. طبعا ازاي تشتغل على الجهاز نفسه، ازاي تشتغل بالبايبت بتاعتك، ازاي النتائج هتكون صحيحه، كل دي من الاخطاء اللي المفروض بتكون موجوده في المعمل.
مثلا كمان في من الاخطاء الشائعه ان احنا نعتمد على جهاز السي بي سي في اخراج نتائج السي بي سي بس من غير فرد افلام، لان مهم جدا جدا فرد الافلام و اكتشاف بعض الحاجات اللي الجهاز ما بيقدرش يشوفها، وخصوصا لما تبقى النتائج بتاعتي اب نورمال لازم ابص عليها قوي واعمل لها فرد للافلام. كمان من الحاجات المهمة التي يجب مراعاتها داخل المعمل الاهتمام بتاريخ الصلاحية للميديات اللي احنا بنشتغل عليها بالمزارع وبالاطباق والانابيب. كمان الثوابات اللي احنا شغالين عليها لازم نكون متابعين الاكسبار ديت بتاعها. كمان الفكرة لصب الاطباق اذا كان ميديات او كده لازم تكون بدون اي فقاعات. الاهتمام بالتعقيم واختيار والمراجعة كل لوت جاي المعمل وتحضيره بتاعته في الميديات اللي انا بشتغل بيها. اوعى تتردد في يوم من الايام ان انت تطلب عينة تانية مهما حصل، حتى مهما كان بيكلفك، لان انت لو طلعت عينة وانت شاكك فيها المريض مش هيرحمك، انما لو طلبت منه عينة تانية لان انت شاكك في العينة الاولانية هيرحمك، وهتبقى النتيجة ان شاء الله كويسة وتكون انت مطلع نتيجة وانت ضامنها 100% وقلبك مطمئن ليها، ما انتش طالع مطلعها وخايف منها. كمان فحص العينات بأكتر من مرة، وخصوصا اللي تحت الميكروسكوب اليورين لازم افحص كذا فيلد، السول لازم افحص كذا عينة مختلفة علشان ابقى انا واخد حجم يعني كمية كبيرة من الفلدات اللي انا قادر ابص عليها وتبقى نظرية الاحتمالات بتاعتي اكتر. دي من الحاجات المهمة اللي احنا قلنا عليها ونتمنى ان الناس كلها تتبعها، وان شاء الله باذن الله تابعونا. والفيديو الثالث باذن الله هنتكلم عن الاخطاء التي تحدث بعد عملية التحليل. انتظرونا ان شاء الله الفيديو الجاي. دمتم في امان الله. السلام عليكم.